في 2002 تم هذا التحويل، لان حنا رانا نسيو ديجا هنا في المحطه نتاع نتاع البرلي لا اجابه لنا وهو ريسا سنتيم مقاولة بعد إجراءات الصفقة مقاولة الإنجاز مؤسسة حاسي مسعود مكلفة بدائرة الطبلة ما شبه بيك سيد الوالي يفهم على القدرة 3/9/2023 مبلغ العقد 41 مليون أما المصارف اللي تدفعها في العيادة مع الخدمات فوزة تاخذوا مكافئة وضع فوزة الجزء الأول نقول ان 1.2 مليار دينار جزائري مجموع العمليات المسجله ضمن مختلف البرامج التنمويه محليه مركزيه انطلاقا من امكانيات خاصه للولايه او في اطار تسجيل تسجيلات مركزيه سمحت انه يتم التكفل بالنقاط مهمه تتعلق بالحياه اليوميه للمواطن في مختلف من نواحيها بالنسبه للسكن في الحي اللي رانا فيه جاري انجازه برنامج سلم جزئيا اتفقنا انه مع المقاول تتم عمليه التسليم نهايه شهر جوان بالنسبه للحصه الاولى الحصه الثانيه وتكتمل منتصف شهر جويليه ان شاء الله يسمح هذا بالاستجابه لطلبات متعدده اجتماعيه او كسكنات وظيفيه تخص الاطارات والاعوان المستخدمين على مستوى البلديه